بداية اللقاء. تمريرة جميلة من حسام غالي، سند رضا وبص رضا وحط رضا، حلوة يا رضا. جيلبرت ياخدها جيلبرت في مساحة جميلة وماشي بيحل عليه من بعيد تامر عبد الحميد، يحطها لخالد بيبو. ماشي خالد، ماشي خالد بيبو، وعدى بيبو وماشي بيبو وماشي هوبا شمال وستة احمر جوه منطقة جزاء الزمالك وعالية وحلوة وهوبا ومنصف والهدف الثاني. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض، مش ممكن الهدف الثاني للنادي الاهلي. تسلل لكن كوزيمبو قال ما فيهاش حاجه، وادي الكره اللي فاتت، وادي على طول، وادي ابراهيم سعيد بصدره، حلوه 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 حطها باتقان ابراهيم سعيد الحقيقه، وقعت من عبد المنصف، ما يصحش تقع دي عبد المنصف، يعملها وائل وبصدره يحولها في الزحمه ابراهيم سعيد، حلوه يا ابراهيم حلوه. خالد بيبو يرجع مره تانية، خالد هنا خالص في الشمال، حسام غالي، جيلبرتو لثبت اقدامه تماما في صفوف النادي الاهلي، نقلتين ثلاثة حلوين لبلال، احلى لخالد بيبو، وبيبو بيدور لبلال مرة ثانية ومضغوط على بلال، اوبا والهدف الثالث والهدف الثالث. الله 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 للصبح، حلوة حلوة حلوة. ايه يا ابني ده؟ ايه يا بيبو ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ حلوة 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 ببطن رجله، زي ما يكون بيلعب بلياردو، زي ما يكون بيلعب بلياردو. حطها جميلة بعد ما ثبتها له على القوس أحمد بلال، والدقيقة 29 أو 28 ونص، وأحمد بلال يهدي بيبو كرة أرضية ينشنها بلياردو خالد بيبو، والهدف الثالث للنادي الأهلي في أمسية غير متوقعة. أدي بيبو وأدي بلال، ويحل عليه الرصيكة ويسيبه ويخش على طول بيبو يحطها زي ما بيكون بيحط ضربة جزاء بالظبط، لأن ما فيش أي مشاركة من رضا سيكا أو بشير التبعي أو محمد أبو علا أو أي حد، ثلاثة واقفين يتفرجوا عليه، وحطها حلوة حلوة حلوة. ثلاثة أحوى جيدة لنادي الزمالك، لكن الجيم شكله اختلف جدا جدا جدا. وماشي سيد بيدور، سيد لوائل لبلال، بلال داخل جوه بلال على شماله، هوبا وخطيرة وخطيرة. يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا نهار أبيض. كمان الكرة اللي فاتت مش ممكن، ضربت في رجل بشير وراحت لسيد، ومكانها الشبكة، مكانها الشبكة. اللي لعب كل مباريات الدوري بالنسبة للنادي الأهلي، وادي تمريرة وماشي وماشي رضا وماشي رضا وماشي رضا وماشي رضا، ويضيع رضا ويضيع رضا، وبرافو يا عبد المنصف. مين بيلم؟ توصل لحازم من غير ما يبص كده يلعبها، لكن ياخدها في السكة على طول، وماشي رضا شحاتة، طالع له بلال وطالع له بيبو، يحطها لبيبو واحد لواحد، بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو جول بيبو بشير بيبو جول بيبو بشير بيبو جول 4-1. مش ممكن يا بيبو، الولد ده لعيب كبير كبير كبير، مش ممكن. موقف واحد لواحد مشكلة كبيرة جدا للي بيقابله. استلمها بيبو وبخبرة اللعيب الكبير الكبير، رقص ترقيصة حلوة قوي قوي قوي، وحطها ما بين رجلين محمد عبد المنصف، ويبقى الهدف الرابع للنادي الاهلي. يا عيني عليك يا ابني. الواحد بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير، الواحد بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير، الواحد بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير. ادي خالد بيبو وادي بشير التابعي، عمل روح يمين وكسر شمال وحطها جوه، ما يقدرش يعمل له حاجه، وما تحت رجل عبد المنصف برضه ما يقدرش يعمل حاجه. ادي الزاويه العكسيه، وادي ترقيصه بشير، وادي دخوله، وادي ما بين على طول دراع ورجل عبد المنصف، صعبه صعبه صعبه. طبعا النتيجه مش قادره ان احنا نقول حاجه. وادي العماره، ارضيه صغيره لمحمد فاروق، يسند ورا وماشي خالد بيبو وماشي خالد بيبو وماشي خالد، ارضيه وفاروق وفاروق وبيبو وبيبو، والهدف الخامس. يخرب عقلك يا راجل يخرب عقلك يا راجل يخرب عقلك يا راجل. ايه يا ابني ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ ايه يا بيبو ده؟ يا نهار ابيض. 5-1 في الدقيقه 27. سيد عبد الحفيظ وهجمه مرتده وثلاثه احمر على اثنين ابيض،
ثلاثة أحمر اثنين أبيض بيجري بيبو ويحطها له وهو جول 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 وهو جول. أقول لك إيه وعد لك إيه يا خالد يا بيبو، ما عنديش حاجة يا ابني أقولها لك، خلصت كل الكلام. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. إيه الليلة دي يا بيبو؟ أربع تجوان يا ابني مرة واحدة، إيه ده يا ابني؟ إيه ده يا ابني؟ آه مش معقول، 6-1 للنادي الأهلي، يوم عصيب على نادي الزمالك، ويوم مبهج ومفرح للنادي الأهلي، ويوم للعريس ده ما يتعوضش. خالد بيبو وأربع أهداف، مش ممكن أبدا، مش معقول. يعني الحقيقة خالد بيبو حط بصمة كبيرة جدا 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 في